بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تعد ثمرة الموز مكون زاخر بالمعادن والفيتامينات الهامة لتغذية بشرتنا، فهو يحتوي على بوتاسيوم، مغنيسيوم، حديد وكالسيوم، كما يحتوي على مضادات الأكسدة وفيتامينات B6 وB12، فضلا عن أن الموز يحفز البشرة على إنتاج الكولاجين، ومن ثم لا تهاجمها التجاعيد إطلاقا. يمكن عمل هذا الماس كوقاية للبشرة إذا كانت لا تعاني أبدا من التجاعيد، وإذا كانت تعاني من التجاعيد والخطوط الرفيعة ننتظم على استخدام هذا الماسك الرائع، وبحول الله تعالى قبل العيد سنتحصل على بشرة جميلة جدا خالية من التجاعيد والخطوط الرفيعة في كامل بشرة الوجه، حول الفم، على الرقبة، حول العينين، ويمكن استخدامه كذلك على اليدين. رائع جدا هذا الماسك. نحتاج إلى ربع ثمرة الموز، تكفيك هذه الكمية لمدة أسبوع كامل، حتى وإن اسودت الوصفة أبدا لا مانع أبدا في ذلك، بالعكس ستكون الوصفة مفيدة جدا. نحتفظ بها في برطمان زجاجي معقم لمدة أسبوع كامل، تستخدم يوميا ويمكن استخدامها صباحا ومساء. ونحتاج إلى المكون الرائع الآخر، هو زيت اللبان الذكر. يمكن استخدام زيت اللبان الذكر الجاهز من عند العطار، كما يمكن استخدام زيت اللبان المحضر في البيت. الطريقة موجودة في قناتي وسأقوم بتثبيتها أعلى التعليقات لمن تهمها الوصفة، وهي سهلة جدا للتحضير. صاحبات البشرة الدهنية، أنصح بإضافة ملعقة شاي صغيرة إلى من عصير الليمون إلى هذه الوصفة، تكون رائعة جدا. هذه الوصفة صالحة لجميع أنواع البشرة حتى الحساسة منها. بديل زيت اللبان إذا كان غير متوفر، يمكننا استخدام زيت جنين القمح، أو زيت بذور العنب، أو زيت زيتون يكون أصلي. ولكن زيت الزيتون أنصح باستخدام الوصفة فقط ليلا قبل النوم. نقوم بهرس الموز، أنصح بأن يكون هنا الموز مستوي نوعا ما، قلت لا مانع من استخدام الوصفة عندما تسود، بالعكس ستكون مفيدة جدا على البشرة. ثم نضيف 2 ملاعق شاي صغيرة من زيت اللبان الذكر، العلك المر، زيت اللبان الذكر رائحته جميلة جدا، وهنا الطريقة موجودة قلت في القناة. ثم نقوم بخلط المكونات جيدا. صاحبات البشرة الدهنية، لا تنسوا إضافة ملعقة شاي صغيرة من قلت عصير الليمون. يمكن إضافة ملعقة شاي صغيرة من الألوفيرا جل إذا كان متوفر، سواء كان من الصيدلية أو الألوفيرا جل من النبتة الطبيعية، كما يمكن إضافة عسل نحل إذا كان متوفر عندك العسل، رائعة جدا هذه الوصفة. كما يمكن كذلك إضافة كبسولة فيتامين إي أو زيت فيتامين إي حوالي 5 قطرات، وكذلك كبسولة من الأوميغا 3. هذه هي الإضافات التي يمكننا أن نضيفها. أولا، على بشرة نظيفة يجب أن تكون البشرة نظيفة خالية من أي مرطبات أو من أي زيوت أو حتى المكياج، ونقوم بمد الماسك على كامل البشرة، بداية دائما بالرقبة، حول الفم، نوزع كامل الماسك حول العيون وعلى الأنف، هنا رائع جدا لإزالة التجاعيد حول العيون،
وإزالة الهالات وأي تعب أو انتفاخات، وهنا الخطوط على الجبين وحول الحاجبين وعلى الجفون كذلك. لا نتكلم، الضحك ممنوع أو أي حركة إلى أن يجف هذا الماسك نهائيا حوالي ربع ساعة، وبعدها نقوم بشطفه بماء فاتر ثم ماء بارد لغلق المسامات دائما. يمكن تمرير مكعب من مثلج ماء الورد إذا كانت البشرة غير حساسة لماء الورد. وبعدها نقوم بعمل المرطب. ترطيب البشرة ضروري جدا حتى تكون الوصفة كاملة ونتائجها تكون سريعة. بالنسبة لمن لديها خطوط رفيعة فقط هنا حول العيون وحول الفم غير واضحة، يعني بداية ظهور الخطوط، إن شاء الله من أول أسبوع لاستخدامك المنتظم لهذه الوصفة بشكل يومي ستظهر النتائج. بالنسبة للترطيب، نأخذ أي نوع كريم مرطب عندك في البيت، أي نوع تستخدمينه أنت استعمليه في هذه الوصفة. كما يمكنك استخدام زبدة الشيا أو زيت جوز الهند أو حتى ألوفيرا جال. ونأخذ كذلك زيت اللبان، لدينا 2 ملاعق شاي صغيرة من المرطب، تكفيك هذه الوصفة لمدة شهر كامل. وكذلك نأخذ 2 ملاعق شاي صغيرة من زيت اللبان والبدائل نفسها التي ذكرتها أول الفيديو. 2 ملاعق شاي صغيرة. كما يمكن كذلك إضافة كبسولة فيتامين إي لهذا المرطب أو كبسولة الأوميغا 3. نمزج المكونات جيدا مع بعضها البعض حتى ينسجم هذا الكريم، ونستخدمه لترطيب البشرة وذلك ليلا قبل النوم. إذا كنت طبعا في البيت ولا تستقبلي أشعة الشمس في النهار، يمكنك كذلك ترطيب البشرة بهذا المرطب الرائع لنتائج أسرع. نخلط جيدا. ونتحصل على أقوى كريم مرطب لإزالة التجاعيد يستخدم لترطيب البشرة بعد هذه الوصفة. صاحبات البشرة الدهنية، أنصح بإضافة قطرات من زيت الليمون أو زيت البرتقال لهذا المرطب عفوا، ويستخدم بكل أمان. هذه الوصفة المتكاملة من الماسك والمرطب آمنة الاستخدام للحوامل والمرضعات وكل من تعاني من التجاعيد أو تريد وصفة لوقاية بشرتها من التجاعيد، يمكن استخدام هذه الوصفة وبكل أمان. حتى الرجال يمكنهم استخدامها وبكل أمان، حيث يحتوي زيت اللبان الذكر على مواد مضادة للالتهابات، وحتى لمن يعانون من حب الشباب يمكنهم استخدام هذه الوصفة. وآثار حب الشباب تجعل البشرة تبدو أجمل وأكثر شبابا مما هي عليه. ولعلاج حب الشباب هنا زيت اللبان الذكر، يعتبر من المواد الطبيعية المضادة والقاتلة للجراثيم، وبذلك هو يعتبر مطهر طبيعي للبشرة. طبعا هنا الكثير من البلدان العربية تستخدم اللبان الذكر في تبخير المنزل عن طريق حرقه للتخلص من الجراثيم الموجودة في البيت بطريقة طبيعية، وهذه الميزة هي ما تجعله علاجا قويا وفعالا لحب الشباب وآثار حب الشباب. طبعا هنا هذه الوصفة لا تترك أي ندوب الناتجة من حب الشباب والتي تفسد لك جمال بشرتك، له قدرة كبيرة على التخلص من آثار حب الشباب في وقت أقل وبفعالية، لما يحتوي من مواد مطهرة للبشرة. كما يمكن كذلك استخدام هذا الكريم لعلامات التمدد على الجلد،
رائع جدا زيت اللبان الذكر في هذه الوصفة، يساعد تدريجيا في التخلص من علامات التمدد. أن نقوم بدهن هذا الكريم أو الزيت مباشرة على مكان العلامات بحركات دائرية منتظمة كل يوم قبل النوم. صاحبات البشرة الجافة، رائع جدا هذا الكريم مع الوصفة لترطيب البشرة والجلد المتشقق، وذلك باستخدامه بشكل منتظم. بالأخير لا تنسوا مشاركة، عفوا نسيت، حفظ، قلت هذه الوصفة لمدة أسبوع كامل. الكريم حفظه يكون لمدة 3 أشهر فقط فوق التسريحة، يمكن وضعه دون الحاجة لوضعه في الثلاجة. بالأخير لا تنسوا مشاركة هذا الفيديو مع باقي الأصدقاء كي تعم الفائدة. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.